للأسف لما يحدث لقطاع التربية بولاية الجلفاء، ولاية تتذيل ترتيب 5 سنوات على التوالي. للأسف شديد نعتبرها ولاية منكوبة، نطالب بالرحيل الفوري لمدير التربية وجميع رؤساء مصالحه ومكاتبه. المطلب اليوم الشرعي والأساسي والمتفق عليه إجماعا هو إنهاء مهام مدير التربية ومحاسبته ومحاسبته ومحاسبته. هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مديرية التربية بالحراك التربوي متواصل في هذا اليوم الثلاثاء. مطلبنا واحد ووحيد وهو رحيل مدير التربية والعصابة التي تدير المصالح معه.